بعد انتظار العالم نتائج عملية تصويت بين المدن الثلاثة المرشحة، فازت المملكة العربية السعودية في إكسبو 2030. في التقرير التالي رح نتعرف عن معنى فوز المملكة بهذا الاستضافة، خلينا نتابع. استضافة العاصمة الرياض لإكسبو 2030 هي نتيجة طبيعية لعمل كبير وتخطيط دقيق لسنوات كثيرة، وباختصار هي علاقة بدت من عام 1970 بعد أول مشاركة للسعودية في إكسبو بجناح خاص، ومن وقتها ولليوم شاركت المملكة 10 مرات. وبكل فخر نقول بعد هذه المشاركات في مختلف الدول، السعودية اليوم تستعد عشان تستضيف الحدث الأكبر عالمياً بقلب الرياض. ولكن السؤال الأهم، كيف تتوقعوا شكل الرياض في ذاك الوقت؟ وإيش هو العائد من استضافة هذا الحدث اللي يترقب العالم؟ خلينا نتخيل مع بعض. مع كل المشاريع والتطورات اللي بتكون تشهدها المملكة في 2030، ومع تحقق الرؤية الطموحة، راح تكون الرياض ضمن أكثر المدن حيوية بالعالم، وبيصير فيها حراك اقتصادي مهول. وما ننسى قطاع السياحة والترفيه واللي راح يتم استثماره بشكل كبير، هذا غير تدفق الاستثمارات الأجنبية وخلق خبرات وكفاءات محلية. وحسب التوقعات راح يزور الرياض في سنة واحدة بس 40 مليون شخص، وهذا يعني أضعاف زوار كأس العالم. وفي النهاية استضافة إكسبو في الرياض ما يعتبر فوز تاريخي فقط، بس اللي نقدر نقوله إن البداية لمشوار عظيم للمملكة، عشان تكون الرياض هي الواجهة والمحطة الثقافية لجميع أنحاء العالم في 2030. للوقوف على الفوز وأهميته، ينضم لنا عبر سكايب المهندس محمد القحطاني، واللي عمل في الجناح السعودية بإكسبو دبي 2020 لمدة 6 شهور. أهلا وسهلا فيك عبر سكايب مهندس محمد. أهلا وسهلا، الله يحييكم يا مرحبا. أستاذ محمد، في كثير يتساءل إيش الهدف من إقامة إكسبو كل 5 سنوات لمدة 6 شهور؟ طبعا الهدف الرئيسي اللي أنشئ من أجل الإكسبو في الأصل هو أنشئ أول إكسبو كان قبل تقريبا 175 عام تقريبا، وكان الهدف هو تحدي دولي لإبراز وإظهار الاختراعات والابتكارات اللي على مر العصور رسمت ملامح العصر اللي احنا فيه. فعلى مر العصور عرض العديد من الابتكارات والاختراعات، يعني على سبيل المثال الحاسوب، الهاتف والمصاعد وأشعة إكس، العديد من الأبراج العالمية والأيقونات العالمية كانت نتيجة معارض إكسبو. مدة الخمس سنوات مثل أي محفل عالمي يحتاج العالم إلى وقت كافي لبلورة أفكار واختراعات جديدة، وأيضا لتهيئ الدولة المستضيفة الأخرى وتصويت عليها، أيضا يحتاج إلى وقت في الدول المضيفة، الدول اللي تعد الأجنحة تحتاج إلى وقت كافي. مثلها مثل كأس العالم يقام كل 4 سنين، الإكسبو يقام كل 5 سنوات. وبالنسبة لمدة 6 شهور هو لعدة أسباب. السبب الرئيسي أن يكون العائد الاستثماري على البلد المضيف عالي. النقطة الثانية أن يكون في وقت كافي لزيارة أعداد كبيرة. النقطة الثالثة والأهم أنه بالعادة يكون إكسبو معرض كبير جداً، فمن الصعب انك تستثمر فيه استثمارات عاليه
ويكون فترته أسبوعين أو شهر أو حتى 3 أشهر، يحتاج إلى وقت إنك تستكشفه وتطلع على كل معرض فيه أو بعض معارض فيه. يعني أغلبية المعارض السابقة في كثير حضروها شهر شهرين وما كان فيهم الوقت إنهم يغطوا لكم. جميل جميل جدا أستاذ محمد. أيضا خلينا نتكلم عن جدارة واستحقاق المملكة العربية السعودية اليوم، وهي الدولة الوحيدة في تاريخ إكسبو اللي فازت من الجولة الأولى. طبعا جدارة المملكة يعني مبنية على جدارتها في الفوز مبنية على شكلين. الشق الأول هو ثقل المملكة العربية السعودية، نعم، وامتلاكها لكافة المقومات الضرورية لاستضافة مثل هذا المحفل العالمي، إمكانيات اقتصادية وإمكانيات أيضا جغرافية وبنى تحتية، كل مقومات الاستضافة لديها. فهذا أيضا لها ثقل سياسي عربي ومحلي وإقليمي عفوا ودولي. المملكة تقود مجموعة الأوبك والأوبك بلس، فلها ثقلها اللي خليها جديرة بالأمر هذا. النقطة الثانية أنه المملكة بدأت في التقدم على الاستضافة بملف قوي جدا. الملف هذا كان بدايته عبارة عن خطاب مقدم من سمو ولي العهد لرئيس المركز المكتب الدولي للمعارض، وكان الخطاب هذا هو الأرضية حسب طبعا وكالة ناس وكالة واسع وكالة الأنباء السعودية، أنه الخطاب كان في 3 نقاط. النقطة الأولى أنه أن المملكة تعد بنسخة تاريخية. النقطة الثانية أنه سمو ولي العهد أشار إلى أنه إعطاء الأولوية للدول التي لم تستضيف الإكسبو من قبل سيعزز من دور المكتب الدولي للمعارض. النقطة الثالثة أيضاً هي أنه المملكة ستحتفي يعني تتويج رؤيتها في 2030، وكان هذا الخطاب معد بطريقة جميلة ونشرت بنودة، فكان الأرضية الخصبة لانطلاق حزمة من الفعاليات والزيارات وزيارات الوزراء في كافة أنحاء العالم، فكان الملف قوي جدا. فالجدارة جاءت من قوة المملكة ومن قوة ملفها أيضا. نعم، واضح واضح جدا. يعني المملكة العربية السعودية خلال الفترة اللي فاتت كانت يعني تعمل بقدم وساق لإنجاح وتطوير البنية التحتية وأيضا استعدادها للكثير من الفعاليات العالمية. نشكر مداخلتك اليوم معنا مهندس محمد القحطاني، كاتب رأي ومستشار التميز المؤسسي، شكرا جزيلا لك.